ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الأسرة، وحنا سعداء التواصل معكم من جديد بموضوع يهمكم بالتأكيد لأنه كيتعلق بصحة المجتمع بأكمله. موضوع كتقام من أجل مؤتمرات دولية وأيام وطنية وكتسن قوانين لأن عنده أهمية كبيرة. موضوعنا اليوم مشاهدينا الكرام الرضاعة الطبيعية، ومعايا لمناقشة هذا الموضوع الدكتور محمد حمدان رئيس المركز الصحي الأمل بطنجة. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا دكتور. يعني الرضاعة الطبيعية ما يختلفوش اثنان على كونها هي الأصلح للطفل وهي الأهم، لكن الحرص على القيام بالرضاعة الطبيعية بوقتها الكامل وبطريقتها الصحية كيختلف من شخص لشخص. احنا على اعتبار ان برنامجنا كيهدف بالدرجة الاولى للتوعية بهذا الامر ولتعزيز الرضاعة الطبيعية، غادي نبداو ربما بداية مختلفة، ماشي بالحديث على الأهمية وإنما بالحديث على الخسارات على مستوى الأسرة والمجتمع في حالة ما كانش حرص على الرضاعة الطبيعية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أشكرك على الاستضافة، ثم أهنئك كذلك على الاختيار ديال الموضوع ديال الرضاعة الطبيعية، خصوصا وأن في هاد كتكون في كل عام. يلاه كيف كانت الأيام أو الأسبوع التحفيزي أو الوطني، كيتم الأسبوع الوطني للرضاعة الطبيعية اللي كيدخل في إطار تماما ابتداء من 28 مارس إلى 3 أبريل، وكيدخل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتغذية اللي بدا في 2011، دابا راه النسخة السادسة عندنا، و اللي بدا في 2011 وغادي يتسالى في 2019 ان شاء الله. كجوابا على السؤال ديالك، فعلا غادي نبداو بحاجات اللي هي ماشي مزيانه واقله، باش نخدموا بالتفاؤل ونفتحوا ان شاء الله. اذا غادي نبدا بالوفيات، لان كيف ما كنعرفوا بان 38 وفاه في الثانيه. اذا كان هاد 38 رضعوا للامهات ديالهم، ما كانش غادي يوقع يعني لو كانت تكون عندهم مناعه ضد هاد الامراض اللي كيموتوا بها الرضع. صح، اذا كتكون عندنا 38 وفاه في السنه عالميا. علاش؟ غير للحرمان ديالهم من الرضاعه الطبيعيه. ثم وهذا كيمثل هذا كافي، واخا حنا غنكملوا اشياء اخرى، لكن لعل هذه رساله قويه وكافيه باش يكون حرص كبير على الرضاعه. صح تماما، وكيمثل 12% من الوفيات ديال الاطفال اقل من 5 سنوات. هذا العدد هذا في العالم، هذا عالميا ماشي تماما. ف وبالرغم من ذلك كنلقاو مازال الامهات ما كيرضوش الولادات ديالهم، وخصوصا حنا كنقولوا بان المنظمه العالميه للصحه وكل المنظمات اللي كتخدم، وحد كذلك بالنسبه للاستراتيجيه ديالنا في الوطنيه، كتاكد على ان خص كل طفل يبقى على الاقل 6 شهور بالرضاعه الطبيعيه اكسكلوزيف، يعني فقط ما تضاف لا لويزا ولا منسانيا ولا ما ولا حتى حاجه، غير على الاقل في هاد 6 شهور. غادي نتكلموا بتفصيل على الطريقه والكيف ديال القيام بهذا الرضاعه الطبيعيه، لكن احنا دائما في اطار تحفيز وتشجيع على الرضاعه الطبيعيه، وان كان الامر هو ما متعلقش بامراه فقط او اسره فقط اللي كتقرر انها ترضع ولا ما ترضعش، وانما هذا متعلق بمجتمع وبقوانين وباشياء كثيره غادي نتناولوها باذن الله. لكن دائما الان في اطار الرسائل الايجابيه غادي نتكلموا الاهميه ولماذا الرضاعه الطبيعيه، لماذا جاوبنا بالنسبه للخسائر، لكن نتكلموا الان على المكتسبات. صح، اذا اولا المكتسبات ديال الرضاعه الطبيعيه هي مكتسبات اللي ماشي غير المنافع ديالها كيعودوا غير على الطفل، وانما كيعودوا على الام، كيعودوا على الطفل،
كيعودوا على الاسره كلها، كيعودوا على المجتمع، وربما كتعود حتى للدوله المنافع ديالها. بحيث ان مثلا بالنسبه للام على الاقل هذاك الرضاعه الطبيعيه هي اللي كترد ذاك كتوقف النزيف وكترد المسائل كيف ما كانت قبل. بعد الولاده. نعم. صح، بعد الولاده، بعد الولاده كيف ما كنشوفوا بان كل شيء كيكبر، كل شيء كي كتكون اون بوتيت ديفورماسيون في الجهاز التناسلي، كل شيء كيرجع بفضل واحد الهرمون اللي هو كيتسمى لوسيتوسين، اللي كتعتبر الهرمون ديال كاين اللي كيسميه هرمون الحب، لان اثناء السيده كتبقى تحس ملي كتولد وكتسالي وكتبدا هاد لوسيتوسين يخرج، كتحس بواحد الكالم، بواحد الهدوء، بواحد الفرح غير من خلال هذا الهرمون. صح، الهرمون هذا. سمعت هذه الكلمه بان مباشره بعد الولاده. صح. يكون الرضاعه، هذا مخالف للاشياء التقليديه اللي كنا كنسمعوها من قبل بان من بعد مده تترتاح. ففي هذا الاطار ديال وقف النزيف ووقف جميع المخاطر، وحنا كنعرفوا وفيات الامهات اللي مازالين عندنا تمام. حالات كثيره في المغرب. تماما، نقول لك مثلا بعض المرات حيت انا كنت خدمت بزاف في هاد الميدان ديال الولاده، وخصوصا في البوادي. نعم. فحتى هنا في طنجه كان عندنا المركز الصحي فيه واحد ميزون داكوشو. فملي كان كتعيط لي مثلا القابله شي حاجه كتطرى وكنجي، ملي كنحاول على انني نولد السيده، اول حاجه اللي كنعمل هو ملي كنسالي الولاده كنقلب ذاك الوليد وكنعملو لها فوق الكرش ديالها. فذاك السيده دغيا كتحط يدها عليه، والغريب هو ان هذاك الوليد ولا ذاك البديته ما كنحسوش واحد شويه، حتى كتقول لي الام ديالها او الام ديالو كتقول لي شوف 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 شنو، هي كتستغرب على انه هو مشى تلقائيا من ذاك المسائل الفطريه. ف وعلاش؟ راه كاين تفسير، ماشي في الحلمه، فوق منها كاين الهاله، ذاك الهاله ديال الحلمه. في ذاك الهاله كاين واحد انفخات كيكونوا، اذا لاحظتي بان اي امراه ملي يا وقتاش كيبدا وقتاش كيبدا بعد الحليب، حيت يلاه كيف كتحمل المراه ذاك الحلمات ديال هذا والثدي ديالها كيبدا يضرها، كتبدا تنفخ. صح. فمن ذاك الوقت كيبدا الحليب، وحتى ان هذاك هذه العمليه هذه اللي كتطرى في الثديين ديال المراه كتكون من الاول، وكتكون باغمي لي سيني ديال الحمل، وهكذا كتبقى على المستوى الفيزيولوجي. كاين اعداد الله سبحانه وتعالى يعد المراه لهذه المهمه، كتحتاج هي تعد نفسها نفسيا. اذا لاحظتي شوف فين، وحتى كتوجد كيوجد قبل الحليب كيمكن بعض المرات المراه حامله وكيسقط منها بعض شويه ديال الحليب. هذاك النقيطات شنو كيعني؟ كيعني بانها راها بخات، وقبل من حتى ان اذا كان مثلا شي خديج اللي خرج قبل الاوان كيكون عنده الحليب ديالو، كيمكن على انه يوجد. الله سبحانه وتعالى حكيم ومصوب كل شيء. في ذاك قلنا الهاله كاين واحد النفيفخات، هذاك النفيفخات كيخرجوا واحد الزيت صغيور اللي كيخلي الراس ديال الثدي اوميد مزيت. وغريب إذا قلت لك بأن راه هذاك الزويت فيه الريحة ديال لاميوس، ذاك الماء اللي كيكون في وسط الكريشة ديال في وسط، فهو تماما فهو اللي كيخرج ما كيلقاش هذاك الريحة، ولكن الريحة فين كاينة؟ حدا في الراس ديال الثدي ديال الأم ديالو، وكيتجه حتى أن حتى هو ما كيشوفش بزاف اللي كيكون باقي صغير. ف لا كولور ديال داك الراس كتبدل،
ما كتبقاش صفراء بحال الجلده تقريبا، كتولي كحله كتفونسي، باش الاخر كيشوف بان داك الرويس كذلك. التدبير الالهي على مسؤوليات متعدده لهذا الطفل، يعني الحمايه للانسان منذ صح. من قبل ما يتحط. وهذا الشيء قلت لك ملي كيتحط وكيدار وكيتنزل ديريكت كيمشي وكيبدا يرضع، يعني كخص ولا بد في الساعه الاولى الطفل يرضع. وعلاش؟ لان هذاك اللي كيكون كيخرج في الاول هو اللباء، واللباء احنا كنسميوه الذهب السائل، لان لا كولور ديالو صفراء ما كتكونش لا كولور بيضاء. وملي بعدا باش يخرج باش كيتصوب الحليب، هو كيتصوب بواحد الهرمون اللي كيجي من الغده النخاميه البرولاكتين. البرولاكتين هي اللي كتصوب الحليب في وسط الثدييين من بعد ما كينزل البروجستيرون والاستروجين، لان اللي يبدا داكشي اشنو هاد البرولاكتين غير كتعدلو، ولكن شكون اللي كيخرجو هي ماده اخرى اللي قلنا قبيله لوسيتوسين، ولكن ما تخرجش الا اذا الرضيع رضع، يعني قاس الفم ديالو بداك الحلامه، وهذيك هي لا ستيميلاسيون اللي يهبط داك اللوسيتوسين من الغده النخاميه. هذيك يصحح الفكره اللي عند النساء ديال انا عندي الحليب ما عنديش، يفهموا بان ماشي خزان وانما هو راه لابد ان الطفل هو اللي كيطلب كي تماما، اللي كيتعطى على حسب الحاجه ديال اللي قلت لي يطلب. اللي غريب في هذه القضيه ديال الطلب هو ان الرضيع ملي كيبدا يرضع ملي كيحط الفم ديالو على الراس ديال الثدي ديال الام ديالو كيعطي بزاف ديال الاشارات. الاشاره الاولى باش ان داك الحليب ينزل، الاشاره الثانيه باش ان البرولاكتين يزيد، حيت كل ما رضع كل ما البرولاكتين كيزيد كل ما الحليب كيزيد غزاره كيزيد في الكميه مزيان، ولكن ماشي غير باش يزيد وصافي، راه هو كيلسن داك الطريقه ديال الرضاعه ماشي كيمص، عنده واحد العمليه خلقوا ربي عليها. هاد العمليه ديال التلسان هي تواصل ما بينه وبين الام ديالو، فيما هو غريب هو ان كيقول لها انا المخ ديالي كيتكون كخصني مثلا الفيتامين بي، العظام ديالي كتكون خصني الكالسيوم، فكيحدث عندها واحد الحاجه لذاك المواد اللي كيحتاجها هو، وبالتالي هي كتولي تشتها اشياء اللي فيها مثلا الفيتامين بي او لا فيها اللي كيطلب هو. تواصل عاطفي وكينتج عليه تحول فيزيولوجي كبير كنقولوا هنا سبحان الله. نعم. وكنقولوا ان الله سبحانه وتعالى هذا هو الاتجاه الطبيعي اللي جعلوا الجنين، فما نغيروهش بشيء اخر الا اذا كانت ظروف اللي احنا ما ملي كتكون ظروف ولا بد ما كاينش مشكل طاقة. ولكن باش انني نقطع غير اختيار ومع الاسف احنا عندنا في المغرب 27% اللي كيقطعوا هاد الست شهور فقط 27%. مثلا بوركينا فاسو عندهم 47% هادي في 2013. ربما هاد الاحصاء جاني غريب، انا كنظن انا بان المغاربه كيرضعوا، لكن ربما على مستوى الاحصائيات من اللي الامر غريب جدا. كثير من النساء ربما اللي كيدخلوا في الاحصائيات ديال اللي ما كيرضعوش ماشي بالضروره نظلموا المراه، راه ربما هي كتكون كتحترق. حتى كيجيو لعندي مثلا النساء وكيكون عندهم مثلا شي حاجه، علاش ما كي بعد الاغلبيه ديال النساء اللي كتجي كتقول لي ما كنرضعش، علاش؟ كتقول لي راه ما كيقنعوش. هذه فكره كنت غنسال عليها في المجتمع المغربي، كنقولوا ما كافيهش ما كيقنعوش ما كيقنعوش الى اخره. اوغ هي سهله باش ندوز الميساج ديريكت، هو ان هذاك الطفل راه عنده قد هكا مثلا، المعده ديالو راه قد داك الجوزه قد القرقعه، هذيك هي المعده ديالو.
اذا ملي كتعطيه يرضع كيعمر داك الجوزة صافي، هو ما كيعرفش بان راه يمكن حنايا الكبار عامرين ونزيدوا بنانه. هما لا، هو غير كتعمر له داك الجوزة صافي، الصحيه هو صافي ما كيقدرش يزيد. ولكن اذا عطيتيه الحليب ديالك اشنو كيوقع؟ قلنا قبيله بان راه داك الحليب ملي كيترضعوا اللي كيرضعوا كيكون هذيك السوله دوموند ديالو، داك الشيء راه مجي راه كينتظروا دغيا كيمشي فيه. اذا بما ان دغيا كيمشي فيه خصو يرضع لان خوات داك الجوزه ديالو. اذا المساله طبيعيه طبيعيه جدا. شنو كيوقع ملي كياخذ حليب اصطناعي وكنقولوا بان كيبقى مده طويله ما كيطلبش؟ صح صح تماما. داك اولا ملي كتعطيه هاد الرضاعه كتعطيه شويه ديال المازوت. علاش؟ لان هذاك داك داك حنا كنقولوا لا تشوبا داك داك التيتنات ديال الفوق هذيك معدله من الميكا، يعني الدشه ديال البترول كنعقموها بالدشه ديال البترول كتزيد ياك؟ نعم مزيان. هذه الاولى. الحاجه الثانيه هو ان كنعطيو ولا بد كنعطيو الميكروب. اكيد ما كاينش فحنايا عندنا في مثلا الحليب اللي كيخرج ديال الام عنده 10 على بويسونس 3 ديال الميكروبات، هو ملي كيفوت 10 على بويسونس 6 كتبدا شويه ديال المشاكل. واخا هذا كيكون كثير وعاد كطيح وكتنزل، وذاك الحليب اللي كاين داخل هذاك الحليب راه ما كاينش الحليب اللي ميم با يقرب، ماشي يكون بحال حليب غير يقرب له راه ما كاينش. اذا هذاك الحليب دائما كيكون هو هو، ماشي اليوم عندي الفيتامين بي شويه عندي الفيتامين الكالسيوم نفس الماده حسب سواء محتاجها او ما محتاجهاش. اذا هو ملي كيدخل ما كيكونش محتاج هذاك الشيء الداخل، بما انه ما محتاجش هذاك الشيء كيبقى عنده ما عندوش فين يزيد. الماء دغيا كيدخل عليها، باش كنلاحظوا بان ذاك الاطفال اللي كيكونوا كيغلظوا هما ما كيغلظوش كيتنفخوا، وخصنا نحيدوا من بالنا بان الطفل ملي كيكون مبختر مزيون بحال اللي كنقولوا حنايا بالطنجاويه يعني لا ماشي هذاك هو اللي صحيح، بالعكس. واخا اذا قلنا بانه كياخذ الميكروب كياخذ شويه ديال المازوت، ذاك المواد اللي عنده ماشي هي هذيك، اكثر من هكذا كاين واحد الدراسه فرنسيه اللي دارت على ان كخص ولا بد يكون ذاك لاليتمون اكسكلوزيف حتى ل 17 شهر. علاش؟ لان في 17 شهر عاد كيبانوا واحد الخلايا سماهم ذاك الباحث دي سيلول بيتا. شنو كيعملوا هاد لي سيلول؟ هما انهم كيكونوا دي باغيير، ما كيخليوش دي توكسين بعض السموم اللي كتكون في المواد الاخرى، حيت ما يمكنش هادوك كاين دي زاديتيف كاين السكر كاين السكر سكر اصطناعي جلوكوز في وسط ذاك لي بيبرون. عليها باش حنا كنشوفوا قبل ما كانوش عندنا بزاف ديال لي ديابيتيك، دابا ما كاينش شي اسره ما فيهاش. هنا كنشير واخا بعض المرات كان هذا حتى هذوك القبيله اللي كنا كنقولوا الاهميه ما مشيناش فيها بزاف، ولكن واخا اللي كنتكلموا فيه هو الاهميه، لان ملي كنعرفوا شنو كيوقع ملي ما كترضعش حتى ملي كنكون غادي في شي هذا كتبان لي شي شخص كنمشي فيها. واخا قلت بان هاد المساله ديال شنو كنت كنقول دابا عاد باش كنتكلموا على الدراسه اللي تعملات وبان حتى ل 17 الاسبوع تماماً يمكن ياخذ شيء اخر باش يكون عنده حواجز اللي كتمنع على الاشياء اللي كتسمن. اذا ملي كندخلوا اي حاجه اخرى راه كيدخل لنا ذاك السموم، وعليها باش بحال اللي كان حنايا عندنا تجربه في المراكز الصحيه كنشوفوا هذوك اللي كيكونوا كيرضعوا الامهات ديالهم ورضاعه حصريه ما كيبقاوش يرجعوا لعندنا الا من تلقيح لتلقيح، بينما الاخرين اذا على مستوى التجربه انتم ملاحظين هذا الامر. وبالنسبه للاخرين كيبقاو بحال وليداتنا كل مره معنا غالبا كيكون عندهم مشاكل ديال التنفس ديال الصدر ديال تماما، لان حتى في هذيك كيكون عندنا تقريبا
53% من الاستشفاءات كينقصوا اذا غير رضعت الام. لما تاخذ المضادات الحيويه ما كتبقاش ما كيبقاوش الاطفال يدخلوا السبيطارات غير 53% بالدياري. كاين عاوتاني 27% ديال الامراض ديال الجهاز التنفسي كينقصوا اذا كانت الام كترضع الوليدات ديالها. هو الفوائد كثيره يمكن تتالف فيها الكتب. حنا الغرض ديالنا في هذه الحلقه هو نعطيو اشارات لاهميه الرضاعه الطبيعيه وركزنا على الخسارات لان في الحقيقه كنحتاجوا الرادع احيانا باش نهتموا لان الرقم صادم. قلتي لي 47% فقط من النساء المغربيات اللي كيرضعوا. 27% 27% 47% في بوركينا فاسو. صحيح. طيب حنا بقينا دقيقتين يعني في الحلقه وتكلمنا على هذا الهم جماعي ماشي فقط فردي وعطيت نموذج ديال وزاره الصحه اللي تكلمت على اننا غنحقوا ذلك. عطيتينا واحد البديل اللي هو ديال ان الامهات يوضعوا الحليب ديالهم في الثلاجه يمكن ياخذوا اقل ضرر ولو ان ماشي بحال الا خذوه بطريقه طبيعيه. الاشتغال الان بالنسبه لوزاره الصحه مع باقي القطاعات الاخرين شنو هما المجالات اللي كتشتغل عليهم من اجل تعزيز الرضاعه الطبيعيه؟ فعلا اولا هو ان حتى كاين واحد هذا كان خاص بالايام الوطنيه اللي كانت وفيها حقوق الام المرضعه في المغرب. كاين حيت كينص واحد القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونه الشغل في الباب الثاني لحمايه الامومه من القسم الثاني من الماده 152 للماده 165. علاش كتنص؟ للام العامله الحق يوميا في ارضاع طفلها اثناء ساعات العمل باستراحه خاصه مؤدى عنها وذلك طيلة السنة الأولى بعد الولادة، إلزام المقاولة التي تشغل أكثر من 50 امرأة بوضع رهن إشارة الأمهات العاملات غرفة للرضاعة تستجيب لمعايير محددة النظافة والمراقبة وكل شيء، منح الأم رخصة الولادة لمدة 14 أسبوع. وكاين اللي عندهم اجتهادات في هذا المجال. ونقول لك غير التجربة ديالنا حنايا غير في طنجة هو أن عندنا دي كريش اللي كنعملوا هذه القوانين كتطبقهم وزارة الصحة على الأقل. إذا كاين في المستشفيات كاين مثلا في محمد السادس أنا حضانة. عندي طبيبة معايا كتستفيد من هذه المسألة هذه حيت حنايا قرابين المركز الصحي ديالي قريب من مستشفى محمد السادس كتمشي وكترضع البنيتة ديالها وكترجع في كل خطره. ف اذا كاين تشجيع على مستوى كاين على مستوى القوانين كاين. نعم. مؤسسات اللي وعات بهذا الامر كثير وكتشجع كتمنح رخص استثنائيه بشرط اذا كانت الام كترضع. بالنسبه للجانب الاجتماعي لاي درجه التوعيه في المجتمع يمكن تشجع الاسره كامله تساعد خصوصا الازواج انهم يوعوا باهميه الرضاعه الطبيعيه وباهميه الجهد اللي كتبذله الام في الرضاعه الطبيعيه يحصل هذا الوعي في المجتمع. هذا كله غيساعد الام على الرضاعه. هو ان بحال اللي قلت في الاول هو ان الدوله كتستفد من اللي كترضع المراه. اذا بما انها خصها تبذل مجهود في هاد على الاقل في القوانين. نعم. المجتمع حتى هو كيستفد لان كيخرجوا الوليدات اللي كيكونوا ذهنيا النمو ديالهم كيكون سليم ما كيخرجوش. حتى تا واحد الدراسه دارت في امريكا في السجون اكتشفوا على ان ذاك السجون تقريبا 95% كلهم ما رضعوش الامهات ديالهم. يعني يكفي على اننا نرضعوا الوليدات ديالنا باش نقصوا من الاجرام في بلادنا. نقصوا من المرض، نقصوا من الوفيات بسبب المرض ونقصوا من الاجرام. علاش؟ لان حتى مثلا هذاك هو ما كيرضعش غير الحليب غير باش ياكل، وانما كيرضع حتى الحنان ديال الام ديالو. ونزيدو هو ان حتى الاب من السواء النفسي يكون عندهم هذا الارتباط بالام ديالو. حتى الاب كيخصو يشارك في قلت لك ملي كنجي نولد اذا كانت لاصه الخويه دائما كنت كندخل الراجل باش يولد حتى هو باش يكون حدا الام يحس فعلا. ففي ذاك الحاله كيقدر على انه يمشي مع الزوجه ديالو حتى في الرضاعه.
ومع الاسف على اننا هذه القضيه ديال الرضاعه كاين بعض المرات كتجي السيده وكتقول لنا بان راه انا الام ديالي ولا العجوزه ديالي ولا هذا، كتقول لي انا ربيتك رب الخبز وتاين، انت دابا كتفلسف عليا كتقول لي ولا بد خصم. هذه الافكار الرائجه في المجتمع واللي مغلوطه هي سبب من. كانت في البدايه افكار من نوع اخر، هو ان المراه في وقت الرضاعه كتزيد في الوزن، بزاف ديال الاشياء اللي النساء ما كيبغيوهاش، كانوا هذا النوع من الافكار العصريه. لكن كاين هذه الافكار عاوتاني التقليديه اللي كتقول علاش غترضع، في حين الافكار العصريه خذات منحى اخر وبدات كتكلم على اهميه صح، خصوصا ملي كتشوف مثلا ذاك الجده كتشوف الوليد اللي كيكون عندها عزيز كيبكي كخصها ولا بد تعمرو. والمقارنات ايضا كتقارن ولد فلانه كيستعمل واحد النوع ديال الحليب، اذا غتمشي تشري ديك النوع باش يولي بحاله حتى هو. لكن تكلمتي على هذا الامر في البدايه، ماشي بالضروره الطفل اللي يكون وزنه زائد هو الطفل السليم، وانما الطفل السليم عنده معايير اخرى كيعرفوها الاطباء، وعطيتنا نماذج انهم ما كيرجعوش للمراكز الصحيه اللي كيكونوا كيرضعوا رضاعه طبيعيه. تمام. اشارات مهمه كنساهموا بها في تعزيز هذا الامر والتشجيع عليه، لانه امر يهم قضيه مجتمع باكمله ماشي قضيه امراه. فشكرا جزيلا لك دكتور محمد حمدان، رئيس المركز الصحي الامل بطنجه، والشكر لكم ايضا مشاهدينا الكرام، الى اللقاء.